عقد مجلس النواب جلسته 24 من دور الانعقاد الحالي برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس، حيث رفعت معاليها أسماء آيات التقدير والامتنان إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى على جهود جلالته الرائدة والتي أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وممارسة في المجتمع وتأطيرها دستوريا وقانونيا. كما رفعت معاليها خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الجهود الوطنية الحثيثة التي يقوم بها سموه في دعم وتطوير المنظومة الحقوقية البحرينية. وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، أشادت معاليها بما تمتلكه البحرين من سجل مشرف في صيانة واحترام وترسيخ حقوق الإنسان. وخلال الجلسة عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، بعدها ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون، ثم انتقل إلى مناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة وتقارير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة. وخلال الجلسة أصدر مجلس النواب بيانا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، شدد فيه على أن حقوق الإنسان تعتبر مكونا وطنيا ورئيسا في مملكة البحرين، داعيا لتفعيل دور المنظومة البرلمانية العربية وصياغة استراتيجية حقوقية عربية شاملة. وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، أكد أن مملكة البحرين من الدول العربية السباقة في سعيها لتعزيز قيم حقوق الإنسان. نؤكد على حرص مملكة البحرين على تعزيز قيم التسامح، التعايش، قبول الآخر والتعددية ودعم جهود السلام والاستقرار ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتمييز. ولابد من أن نشيد بما حققته مملكة البحرين من رعاية إنسانية شاملة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير العلاج والفحص والتطعيم بالمجان للجميع دون استثناء إن كانوا مواطنين أو كانوا مقيمين، وهي تعزيز للرسالة الإنسانية الرفيعة في مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. مملكة البحرين مستمرة في التزامها الحقوقي الدولي وتعمل بشكل مضاعف لدعم حقوق الإنسان وفق رؤية عصرية متطورة ومجمل التقارير غير الموضوعية الصادرة من الجهات التي تستقي معلوماتها من جهات مسيسة لن توقف مسيرة التطوير في السجل الحقوقي لمملكة البحرين، لأن جميع دول العالم والجميع يدرك تماما أهداف وغايات تلك الجهات ومعاييرها الازدواجية البعيدة عن المهنية والمستقية.